نتكلم في هذا المقطع عن دالات المتوسط الحسابي، وهي عدة دالات سنتكلم عنها بالتفصيل واحدة تلو الأخرى. بداية إخواني، كما تعلمنا في المحاضرة السابقة، إذا أردنا حساب المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات فنستخدم دالة الأفريج كما هي. دالة الأفريج، لاحظ، دالة الأفريج تقوم بإرجاع الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي الخاص بالوسيطات. إذا كنا نريد حساب متوسط حسابه لسعر الدفعات الإجمالي في هذا الجدول، نقوم بكتابة دالة الأفرج بداية، ثم نضغط على الخلية الأولى، ثم Ctrl Shift والسهم سفلة، Ctrl Backspace، نغلق القوس ونضغط على Enter، فيكون هذا هو السعر أو متوسط سعر الدفعات الإجمالي لهذه الدفعات. طيب، كيف يمكن حساب المتوسط الحسابي لسعر الدفع الإجمالي للحواسيب المحمولي المستوردة من الصين؟ نلاحظ هنا إخواني وجود شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تكون نوع البضاعة المستعملة هي حواسيب، والشرط الثاني أن تكون بلد مصدر الصين. وبالتالي كما استخدمنا دالة sum ifs، نستخدم دالة أخرى تسمى average ifs. نكتب إشارة تساوي ثم average ifs. لاحظوا في الديسكريبشن الخاص بهذه الدالة إيجاد المتوسط الحسابي للخلايا المحددة من قبل شروط أو معايير معينة. إذا هنا يوجد عدة شروط وعدة معايير، نضغط ضغطتين متتاليتين. الآن إخواني نلاحظ هنا يطلب منك الأفريج رينج. الأفريج رينج، الأفريج رينج إخواني هو المطلوب من من المسألة. يعني كما كان في دالة sum if أو sum if s، يوجد شيء اسمه sum range أو نطاق الجمع، هنا يوجد شيء اسمه average range. طيب أنا أين يوجد نطاق المتوسط؟ نطاق المتوسط إخواني هو المطلوب من المسألة، المطلوب هو سعر الدفع الإجمالي، وبالتالي سعر الدفع الإجمالي هي من f2 وحتى f220. نضغط على الفاصل المنقوط. الآن الكريتيريا رينج أو نطاق القيد الأول، القيد الأول هو أن تكون نوع المنتج هو حاسب محمول، وبالتالي نضغط على A2 Ctrl Shift سهم سفلة Ctrl Backspace ونكتب هنا حاسب محمول. طيب نطاق القيد الثاني إخواني أن تكون بلد المصدر هي الصين، وبالتالي بلد المصدر موجود في العمود سي، فنقوم بتحديد سي 2 كنترول شيفت سهم سفلة كنترول باك سبيس. الآن نكتب هنا الصين ونغلق القوس. هذه هي المعادلة بصيغتها النهائية. إذا كما نلاحظ هنا الأفريج رينج أو نطاق المتوسط، هنا نطاق القيد الأول، القيد الأول، نطاق القيد الثاني والقيد الثاني. نضغط على Enter فنلاحظ أن المتوسط حسابي هو هذا الرقم. طيب نقوم بنفس العملية التي قمنا بها سابقا، بدل أن نكتب هنا حاسب محمول نقوم بحذفها ونحدد الخلية التي تحتوي على حاسب محمول، وبدل أن نكتب الصين نقوم بتحديد الخلية التي تحتوي على الصين والتي هي K11. طيب لاحظ نفس النتيجة. الآن يوجد لدينا في المسائل الأخرى متوسط سعر الدفع الإجمالي للحواسيب المحمولة المستوردة من إيطاليا، الولايات المتحدة، كوريا، اليابان، النمسا. فإذا نقوم بالعملية ذاتها التي قمنا بها سابقا، وهي موضوع تثبيت الخلايا. نلاحظ هنا إخواني أن الأفريج هذا أو الأفريج رينج يجب أن نقوم بتثبيته من خلال الضغط على Fn زائد Fr. طيب أيضا نطاق القيد الأول يجب أن نقوم بتثبيته، القيد هنا الحاسب محمول أيضا يجب أن نقوم بتثبيته، القيد أو نطاق القيد الثاني يجب أن نقوم بتثبيته، القيد الأخير لا نقوم بتثبيته لأنه عند عملية الملء التلقائي يجب أن ينتقل إلى إيطاليا،
ثم الولايات المتحدة ثم كوريا ثم اليابان ثم النمسا. وبالتالي يجب أن يقوم أن يكون هذا الرقم متغير. يعني في الخلية التي بعدها يجب أن يكون كي 12 أو 11 12 عفوا نعم يعني كي 12. نضغط على إنتر ثم نقوم بالسحب التلقائي، فنلاحظ أنه قام بإيجاد نتيجة بهذا الشكل. فنلاحظ هنا كي 12، هنا كي 13، كي 14، كي 15، كي 16، بينما هذه النطاقات بقيت ثابتة. نلاحظ هذا النطاق نطاق الأفريج رينج والذي هو سعر الدفعات الإجمالي، لاحظ ثابت. أيضا هنا نطاق القيد الأول والذي هو نوع المنتج أيضا ثابت، نطاق القيد الثاني ثابت. نلاحظ إخواني أنه كل لون هنا يعبر عن النطاق المقابل له هنا. هنا اللون الأحمر يعبر عن هذا النطاق، اللون الأخضر يعبر عن هذا النطاق، اللون الأزرق يعبر عن هذا النطاق، وهذا اللون يعبر عن هذه الخلية. طبعا أحيانا يمكن أن تجد صعوبة في تحديد الخلية، هذه الخلية لاحظ عندما تقوم بكتابة الدالة. وبالتالي من أجل حل هذه المشكلة تقوم، لاحظ هذه الخلية هنا ما ظاهرة، فنقوم بتحديد خلية مجاورة لها ثم ضغط على السهم اليمين، فأنا قمت بتحديدها الآن بشكل صحيح. أضغط على Enter. فإذا هذه دالة Average X. طيب الآن لنفترض لدينا المسألة التالية، حساب سعر أو عفوا حساب متوسط الدفعة الإجمالي لمكبرات الصوت المستوردة من الولايات المتحدة، بحيث سعر القطعة الإفرادية أكبر من 1000 ومن 1000 دولار. طيب لاحظوا إخواني هذه هي المسألة الجديدة، حساب متوسط سعر الدفع الإجمالي لمكبرات الصوت المستوردة من الولايات المتحدة بحيث سعر القطعة الإفرادي أكبر من 100. طيب كيف نقوم بحل هذه المسألة؟ لاحظوا إخواني هنا يوجد لدينا عدة شروط. الشرط الأول أن يكون نوع المنتج هو مكبر صوت. الشرط الثاني أن يكون مستورد من الولايات المتحدة. الشرط الثالث سعر القطعة الإفرادي أكبر من 1000. وبالتالي نستخدم دالة Average X. نقوم بالضغط على مفتاح التاب. الأفريج رينج إخواني كما هو مطلوب من المسألة هو متوسط سعر الدفع الإجمالي، وبالتالي من F2 حتى F220 فاصل موضوع. القيد الأول هو من A2 وحتى A220، ونوع المنتج هو مكبر صوت. القيد الثاني أو نطاق القيد الثاني أن يكون بلد المصدر، وبالتالي C2 وحتى من C2 وحتى C220. إذا هنا نكتب الولايات المتحدة. القيد الثالث أن يكون سعر القطعة الإفرادي أكبر من 1000 دولار. طيب أين موجود سعر القطعة الإفرادي؟ يوجد في العمود E. فإذا من E2 لاحظوا هنا أخطأت بهذا القيد بهذا النطاق عفوا، فأقوم بتوسعته. الآن من E2 وحتى E220. طيب القيد هو هنا أن يكون سعر القطعة أكبر من 1000. طبعا يجب الانتباه إلى وضع علامات التنصيص بشكلها الصحيح. الآن نغلق قوس إخواني ونضغط على Enter، فنلاحظ أن المجموع بهذا الشكل أو حساب متوسط بهذا الشكل. هذه هي المعادلة
شكلها النهائي. طيب، الآن يوجد ملاحظة بسيطة إخواني، أثناء التنقل داخل الدالة، يعني أثناء كتابة الدالة، يمكن التنقل يعني عوضا عن الماوس يمكن التنقل من خلال الكونترول والسهم اليميني والسهم اليساري. هذه يعني تسهل العمل بشكل كبير أثناء العمل. لاحظوا.